مش هنشوف المرة النهارده خلاص، الدنيا اجازه، فالناس قاعده في البيت، فالدنيا فاضيه. لكن هنبص بصه سريعه كده على احوال الطقس الاول. اتفضلي. نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. أول يوم عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل طبعا بس بعد شوية.